أقيمت الدورة الثانية من مهرجان منارات للسينما المتوسطية بمشاركة 20 دولة متوسطية. مهرجان قدم لوحات فنية تتمثل في عرض الأفلام السينمائية في 10 شواطئ تونسية بهدف تقريب هذا الفن من الجمهور التونسي وتعزيز مكانة السينما في فصل الصيف. صفاء بحر ودفء شمس، هي مدينة المرسى بحلتها الصيفية، مدينة تصبح في هذا الموسم قبلة التونسيين الأولى، فلا شيء يعلو على جمالها. جمال ازداد أكثر بنسخة ثانية لمهرجان منارات، مهرجان السينما المتوسطية. منارات في دورته الثانية لاحظنا إقبال أكثر على مستوى العروض اللي على شواطئ، فما أكثر توينسة تنقلوا ومشيوا، فما حتى شواطئ عرفت 1000 متفرج في أفلام. والدورة الثانية زادة تميزت، فما إقبال أكثر على اللقاءات المهنية والأندستري تراكت في عامة. 20 دولة حاضرة في هذا المهرجان على مدى أسبوع، أفلام اجتماعية تعرض مجانا في 9 شواطئ تونسية، تقدم فرصة للجمهور لمتابعة آخر الإصدارات السينمائية العربية التي أطلق المهرجان منصة خاصة لها. قلنا علاش ما نرجعوش شكل الناس تتفرج مع بعضها، الناس ولا ديما توا في العصر ولاو يتفرجوا على الايباد، على الاي على الايفون، على مش كيف كيف، مش كيما واحد، الناس كل تحس الاحساس والضحك والالم، معناها على قصه انسانيه، تحسهم يكون من قبرص ولا من البانيا ولا من فرنسا مش مهم، هذاك هو الميزه. هكذا تحول الشاطئ من وجهه للسباحه فحسب الى فضاء يعانق فيه الجمهور الفن والافلام ونجوم السينما. هي منارات تضيء شواطئ تونس بأفلامها في دورة جديدة هنا، حيث تنفتح السينما على البحر لتثبت أن هذا المهرجان يختلف عن المهرجانات التقليدية الأخرى. أميرة مهذب، العربي، تونس. وتنضم إلينا من تونس الأستاذة سرور كرونة المشرفة على قسم الأفلام في مهرجان منارات للسينما. مساء الخير سيدة سرور، وأهلا بك، وإذا مبروك النسخة الثانية من هذا المهرجان المهم فعلا، والذي يبدو أنه يلاقي إقبالا جماهيريا. هل هو عم بيلاقي إقبالا جماهيريا، أم أنكم عم تحملوا السينما إلى الجمهور الموجود أصلا على الشواطئ؟ عسلامة، مرحبا بكم. يعني أسدي الستار على الدورة الثانية لمهرجان منارات، وبالفعل هو استقبلنا فيه العديد من المتفرجين، وصل حتى 32 ألف متفرج على الشواطئ، وكذلك في ما بين في القاعات. كما قالت دورة بوشوشة، يعني احنا نمشيو للجمهور وين موجود في الصيف، معناها الأكثرية نبقاهم في البحر، دونك نقترحوا عليهم أفلام اللي تنجم تمسهم وتدعوهم للتفكير وأفلام ذات قيمة عالية الحقيقة. نعم، طبعا ذكر التقرير أو ذكرتم في التقرير أن الأفلام اجتماعية، أو يعني يطغى عليها الطابع الاجتماعي. ما المقصود بأفلام اجتماعية، وهل هي معظمها طبعا من المنطقة العربية، أم أنه هناك أيضا نسبة من الأفلام العالمية؟ هو الأفلام من منطقة البحر الأبيض المتوسط، في الأفلام العربية من سوريا، من مصر، من فلسطين، من المغرب، والضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. اخترنا برمجة أفلام اجتماعية ذو طابع ال انجاجي، يعني
ما فيش كلمة، يعني ذو الطابع الاجتماعي، واللي معناه فيه 6 أفلام وثائقية وستة نعم. أفلام معناها روائية، وتعرضت في على الشواطئ، وكما قلت لك معناها الأفلام من الضفة الشمالية والضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، نعم يعني في أفلام عربية وفي أفلام غير عربية. نعم وطبعا في هناك أيضا نشاطات على هامش هذا عرض الأفلام، يعني هناك رعاية لمشاريع أفلام، صحيح؟ هناك لقاءات ما بين صناع الأفلام حول مواضيع تهم صناع الأفلام، مثل التوزيع وعلاقة التلفزيون بالسينما. هناك مواضيع حول توزيع الأفلام العربية في العالم، والمهرجانات اللي تدور حول البحر الأبيض المتوسط، كيفية توزيع الأفلام العربية في مستوى العالم. وهناك مناقشات، لقاءات مع ماستر كلاس مع ممثلين ومخرجين مثل يسري نصر الله من مصر، نيلي كريم ومحمود حميدة، وكذلك ماستر كلاس مع الأخوين دردان. وهو الهدف منه مفتوح للجميع، يعني الهدف منه تقريب صناع السينما من الضفتين، الضفة الشمالية والضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. نعم اليوم أستاذة سرور، يعني وخاصة بعد الثورات العربية هناك ازدهار في صناعة السينما، وخاصة لدى الجيل الجديد، جيل المخرجين الجديد، يعني الثورات أنتجت خليني أقول جيلا من المخرجين لم يكونوا معروفين ربما، أو لم تكن السينما هي مهنتهم الأولى. ما أهمية هذه المهرجانات مثل مهرجان طبعا منارات في عرض هذا المنتج الإبداعي بعد الثورات العربية، حتى ولو كان الموضوع طبعا محصور بالأفلام الاجتماعية؟ هو الموضوع مش محصور بالضبط على الأفلام الاجتماعية، احنا اخترنا سنة إدخال الأفلام الاجتماعية في المهرجان، بس يعني هو الثورات العربية دارت الأكثرية في البحر، في حوض البحر الأبيض المتوسط، ما بين تونس ومصر وسوريا. وبالطبيعة معناها بعد الثورات هناك جيل جديد من المخرجين في تونس، عرفنا الكثير من الأفلام الوثائقية وكثير من الأفلام اللي توجت في المهرجانات العالمية، وهذه منصة أخرى باش يعرضوا أفلامهم ويتعرف عليهم الجمهور، يعني اللي مش مس من اللي هو جمهور ماهوش متعود يمشي للقاعات، يعني هناك مساحة أوفر للمخرجين باش يقدموا أفلامهم لجمهور جديد، وجمهور معناها يتعرف على الأفلام هذه. وكذلك احنا في المسابقة الرسمية في الأفلام الوثائقية والأفلام الروائية، وفي لجنة التحكيم أسندت التنويه خاص بالفيلم الوثائقي اللبناني المرجوحة لسيغيل أغيس. سامحني؟ نعم نعم أسمعك أسمعك. تفضل.
دونك باش نحكي لك على البالماريس، يعني الجائزة الكبرى المنار الذهبي للفيلم الإسباني بيترا لخيمي روزاليس، والمنار أحسن تمثيل ليانيس دراكوبولوس الممثل اليوناني عن فيلم الشفقة لبابيس ماكريديس. نعم نعم سيدة سرور، اليوم يعني ربما يتساءل الكثيرون عن موضوع التمويل وخاصة بالشأن الثقافي، لأنه الشأن الثقافي هو آخر الشؤون التي ترعى للأسف وتمول وخاصة في منطقتنا. فطبعا العام الماضي كانت الدورة الأولى، صمتتم للدورة الثانية، نتمنى أن طبعا هذه التجربة تستمر لسنوات وسنوات، لكن كيف يعني كيف ما بدي أقول تعثرون، لكن كيف تجدين حضرتك موضوع التمويل في الشأن الثقافي؟ الموضوع مهم جدا ومطروح في مهرجان منارات، يعني بخلاف العروض السينمائية وملتقى المحترفين، هناك لقاء لمراكز السينما العربية ومراكز السينما حوض البحر الأبيض المتوسط الشمالية، وهناك بعث للسينما بعث منصة السينما العربية في الدورة الثانية لمهرجان منارات. هو التمويل هو أهم حاجة، هي المعضلة الكبيرة بالنسبة للمخرج والمنتج. بس في كل بلد هناك خصوصيات وهناك فرص للتمويل، والفرص تختلف من بلد لآخر، وهذاك علاش صارت لقاءات بين المراكز الوطنية للسينما لتقريب التشارك ما بيناتهم وبعث منصات وبعث يعني تشاركات اتفاقيات للتشارك بين الضفة الغربية والضفة الشمالية والضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. نعم سرور كرونة المشرفة على قسم الأفلام في مهرجان منارات للسينما، شكرا جزيلا لك.